رايك ايه في باتشيكو؟ انا طلبت بعد ما خسر البطولتين ان يمشي، وانا كنت عارف ده كنت اول واحد معاه او مع سياسته القديمه. لكن انا بقول زي ما انت بتقول، اللعيب انت عايز منه ايه؟ انت اكيد قلت، لو انت قلت للمدرب انت عايز البطوله دي حتى لو هي يعني الوقت كان شهر بس. أيوة. لكن النادي الاهلي كان نفس الوضع. عايز تمشي ليه؟ عشان ما كسبش بطوله. اصل المدرب بيعمل ايه؟ اهلي وزمالك او خلينا في الزمالك بيعمل ايه؟ انت عندك اربع بطولات، خدنا اتنين، فاضل اتنين، هنجيب الاتنين. حضرتك قلت نقطه في اول الحوار، قلت ايه؟ انت بتنزلش تجيب جول صح؟ كويس. كمدرب بتنزلش تجيب جول. انا معاك، انما النتائج هي اللي بتتحكم. لكن الكاتشنه طيب لما كنا انا بس بدردش، خد بالك انا بكلم معاك عشان نبقى. لما كنا انا كمدير فني في ماتش الاهلي عملت تقريبا كل حاجه، ومن بعد ربع ساعه الاولانيه انا ليدنج في المباراه، وجي الاهلي عنده موهبه فرديه، كره داس عليها قفشه كويس وراح جاب جول، الماتش خلص بالشكل ده، وكانت المباراه كتف بكتف، وكان ممكن واحده زي بتاعه زيزو بدل ما تخبط في القايم تخش جوه الجول فيخلص الماتش لصالح الزمالك مثلا. انا بقول لك مثلا، هنا كنت هتطالب بان هو يمشي. شوف احنا اتكلمنا دلوقتي في نقطه كويسه قوي واتكلمنا عليها في الاسماعيلي. المدرب مش هينزل يلعب ماشي، لكن يقدر يكاتشن، يغير كويس جوه الملعب او من بره، ينتبه جدا في اخر مثلا 10 دقائق لو نتيجه 1-1 او 0-0، خصوصا الماتشات اللي هي فيها اكسترا تايم خلاص، لان تغييراته تبقى حساب، بيبقى عامل حساب ممكن تلعب وقت زايد او ضربات ترجيحيه، فكل ده من التغييرات. ده ما حصلش. انت ممتلك الكره وعندك لعيبه كويسه قوي، لكن مدى الناحيه الهجوميه بتاعتك مش مفعله. لا الاهلي ولا الزمالك عشان تبقى عارف، الاثنين ده جاب جونين واحده عارضه وده جاب جون واحده في العارضه بس. فما تجيش تقول لي احنا احسن. يعني الزمالك كانش احسن؟ احسن في ايه؟ في الاستحواذ على الكوره، لكن في الهجمات، في الاهداف، في الفوز، دي شغله مين؟ شوف الرسام، المدرب أنا مش باتشيكو بس، اي كان. انا دلوقتي او ريكاردو مشي ليه؟ او انا همشي من الفرقه ليه؟ عشان انا ما عملتش نتائج كويسه للنادي زي ما قال لي او زي ما اتفقنا. ما لسه حاجه دلوقتي بتقول لي ممكن مدرب ما يكونش عنده فكره بس بيكسب ويكمل عشان الناس بتحلل نتيجه مش اداء. لا احنا بتوع النتيجه، احنا بتوع النتيجه. طيب انت شايف الراجل ده لا بتاع اداء ولا بتاع نتيجه عشان نجيب من الاخر يعني؟ لا هو رجع، خلي بالك انا صح. هو رجع في الحديث بتاعه. قال لك انا عايز اكسب مش عايز العب كويس، ودي حقيقه. انا عايز اكسب عشان بطوله. المكسب ده بقى لما يا تفقد الامل يا اما تكون واخد البطوله بالفتره. تاني الراجل ده بالنسبه لك لا بتاع اداء ولا بتاع نتيجه؟ هتتهمني بسال وانا عشان ولعتها لك هتولع حالها؟ لا افهم هو هيلعب ازاي كويس. دي الفكر. حلو، ما حصلش فكر. اقول لي فكري في ايه؟ ان انا اكسب. وده اللي قاله، بقول لك ده هو اكنه سمعني، قال لك انا عايز اكسب مش عايز العب كويس، ودي حقيقه. في الانديه الكبيره ابراهيم لازم تكسب، مفيش تلعب كويس. ان اراد ربنا انت تكسب وتلعب كويس خير وبركه. لكن الاول انا اكسب. طريقه لعب الزمالك مع باتشيكو؟ لا، ان هو اصلا مدافع من زمان، من ساعه ما كنا، وانا قلت الكلام ده من بعض أول عيوبه. اول مداخله عملتها معايا قلت كده، ان هو بيدافع، او لما بيكون كسبان واحد بيملى نص ملعب. وممكن مش شبه طريقه كارتيرون ولا مش شبهه؟ لا كارتيرون كان بيهاجم. اصل بص الزمالك كارتيرون كان فيه ميزه، ماتشات الكبيره هو برنس فيها، بيديرها حلو. قول تاني. الاداره بيديرها. المدرب طول الاسبوع بيدرب او معاه جهاز بيدرب. المباراه الساعه ونص دي هي دماغ الراجل او الكاتشانه اللي انت تقدر تكسب فرقه. انا كده بتقعد تدرس وبتذاكر فرقه هتلعبها وفين نقاط الضعف والقوه عشان تقدر تكسب. فلو عملت ده يبقى انت كاتشنت صح، مع تغييرات، مع توفيق التغييرات دي. خلي بالك دي هتقول برضو نفس الكلام ده لو هو كسب الاهلي يوم الاثنين؟ لا ده هيبقى عالمي. الله، ما انا بقول لك اهو، انت مش مصدقني ليه؟ موسيماني لو كان خسر البطوله كان هيبقى ايه؟ عالمي؟ يعني حضرتك، انا بتكلم على حضرتك. اتفضل حضرتك. حضرتك لو الراجل ده جه كسب الاهلي يوم الاثنين هيبقى مدير فني عالمي ويقعد بقى ويكمل؟ مش كسب، ما انا بقول لك المكسب هو اللي بيحدد. طب واحنا كده بنقيم ايه يا كابتن؟ بنقيم الانسان بمكسبه. بس حضرتك بتقول لي يمشي عشان خسر بطوله.
الثانيه دي حاله نفسيه مفيش وقت بتاع جي كسب لان هو غلط برنس يقعد يبقى احنا كده بقى ما بنحكمش حكم قيم. لا ما بتحكمش طبعا, بتحكم على المكسب. انا بكلم حضرتك ما بكلمش الجمهور. انا بكلمك انت حضرتك ابراهيم حبيبي. احنا كمدربين يقاس كل حاجه عندنا مهما بتاريخك كسبت ولا ما كسبتش. انا مش فاهم يعني. صح والله اسال.